إنك أنت العليم الحكيم. ولو ظنها مسلمة أو حرة، أجل ميرب ظن بك لوقت نكاح إذا بي فيها مسلمانة يا فيها حرة، أما فبانت كتابية إن مسلمانة كتابية أو أمة نحرة عبدة كولية جارية، وهي تحل لها وأوجي جبي جارية جي حلالة جي راكو نكاح بك، يعني قوتها ويتنى يا أم بجنهارة بيكا حرة بزوجة فلا خيار له أو نقرب فتنة خيار جيرتنا في الأزهر قولي أزهر دار شما لتقصيري بترك البحث أو الشرط، يعني برا تقصيراتي كريا برا أرشت مش بكرا كبرا مسلمانا يا مسلمانا حرة نحرة يا الشرط بكرا بقوطة كو مسلمان بزوي قبول كو حر بزوي قبول كو شرط واضع هو المنصوص في الثانية أبيا قطعية ده أفاد الديار ده، يعني كو بشرط بكرا بقوطة قرح حربة يا أرشت مش بكرا مالي إذا الدركي لندي دي آمت إذا واضع والمنصوص في الثانية المسألة الثانية المسألة أول كتابية أددية أو أمت تشتي بواوين هنا الأوية هديتية كي يعني آية أمي قطعية الأول الدار أنا يعني دمكي أبا أول بلكي خلاف تدها ما بها قطعية يعني فتران راوي تنا ووجه أنا أصل من المتقرأ مساعدة هي أدبية تمام أزولان وما أقول لتقصيري بترك البحث أو الشرط وهذا هو المنصوص في الثانية ده أبا أمت هذا أبي قطعية كو أو نقرة خيار عقيش رتنا ووجه الثاني إجا وجه الدياء لقرش أظهري المنصوص في الأولى كو قطعية ووجه الثاني وجه المنصوص في الأولى ووجه الثاني المنصوص في الأولى وإذا أبا أقول ده قطعية يعني أبا أقول ده كتابية ده نبي؟ كتابية ده أني أدبت شيء إلحاق خلف الظن بخلف الشرط يعني أمدبين خيار جراتنا خيار جراتنا نصا ها إجا إلحاق في الأزهر والأزهر أدلنا هو فلا خيار له إجا ما وصاني قولي الدياء وجساني وجه ثاني كو إيجاد جرا هي القرشي أزهري هي يعني يعني المنصوص الوجه الثاني المنصوص في الأولى بحقيقة كتابية ده كي إلحاق الظن بخلف خلف الشرط إلحاق خلف الشرط هابونا وقتا كو الشرط نجيبنا دقار جرا كارب وهابو تخمين ظن جي أم لحقي بشرطي بكن يعني كتي كل حقيب شرطي بك شرط هبيا كاربو بك إذا كنت تخمينا كم مسلمانة دي أو باشي درك بك كتابي ليسا كارا بك دمك معناوي أفتي ده أبا أول دار لأن الأصل أصل في من هو في دار الإسلامي الحرية والإسلام أبا دار الإسلامي ده جنل ده مذي حر ومسلمان إذا بشتك حر ومسلمان أبا يجي التخمين كريه حر المسلمان وقتا قصاد درنكا قصاد درنكا بك قارب فتلة ديجا قارب بقارب انك قلت لي قو ظنة ومين الحق الظني بشرطية قارب اما الحق الظني بشرطية قوي الظن ومين من قرر ان صيني هردو يعني ابا حر ابا ان صيني نزها الظري وغير الظري هدي ايه تقرير كرنا تقرير كرنا وفرق قلتنا بان ولي الكافرة كافر يتميز بعلامته ولي كافر بيدك كافر او جي كافر وبعلامته بي مثلا خاش تسيوي ده اقل تشوه تيف عم كرن ميرك جرى ايلو سانو مثلا اري يعني جرى نورمال بياد وقت نكاح دا جرى فعم بكرا ابيا كافر يا مسلمان كل خياري وكا خياري علامات جي كل غياري شو غياري؟ غيار أوجي شريط كيه؟ تكيه دناوة وان تخمين تكم؟ أو زنارة؟ يا بوي علامتي كم مسلمان وكافر جلدو بين الناس كرنه يعني. سيدا أو زنارة نا غياره؟ زنارة هي غيار جيه يكيكو غيار فوتو موتيه كيه تشكيو سنة بدقة كيز أنا من الغيار جي بارتشاكي نج جليوان لجليوان دخل جبوك بيفهم كرنه
أبيا غير مسلمة. يا أنا شلدي. تمام تمام. ولا مو زنار زامبو بلى. زنار أبيا أو كبر كمرة. إيه راسنا. أبيا وقى وقى بيشيك تاشو فنر بخشة علامة وانا بلى. وخفاء الحالي على الزوجي إجاكو يعني لسر ميرك حالي بخفيبة إنما يكون بتلبيسي بتلبيسي بترك العلامة رابن لسر وشيرن يعني وي علامة يخو لخو نكل وورا النكاع وي علامة يخو مدنية وورا ومجيشيك بجا فامستان نكاع كر بجا خو أو يعني كا ويقابي ميرك أبتكا يعني دخابة بخابينة يعني وإجا ولي الأمة لا يتميز عن ولي الحرية حرتها أما ولي أوجي مسلمانة أوجي مسلمانة قبل إناك وتشوا علامات كبيرة جدا لما فرق كنا بين أبا مسلمان أو أبا حر مالا نابين أمتي ودنابين كتابية كتابية يا أبا أبا كتابيته اكتابيتي دا تلبيش تنا يا چمتي ميرك جليوي خريستياني له او خيار دو بدا تنا ان ابا امات دا جي هي وصف هذه القولي قولي دي وصف قولي دي وصف معنى ولو ازنت للولي في تزويجها بمن ظنته كفءا لها فبان فسقه او دنا فبان فسقه او دناءة نسبه وحرفته فلا خيار لها اگر پیره که رابو ازن ولی خدا گوم بزوجینه به کسی که را کزند که هنگو فجیر را و ظاهر یعنی من فلان کسی را معبه که گو او یه دنگام داره تمام که خوشکه یا خسلیه پاشه بلی بو که فاسقه یا جی که نسب آوی یا مسلک آوی کمتره یعنی مثلا او که دشکه چوکیه او چاقی اربانجیه اوی از زن که اربانجیه اوی از زن که یه زن آوی یانش درکتیه بوشماني حقي جراتنا فلا خيار لا لتقصير يا بترك البحثي شما برا عرشت المش بكرا كائب يا باش حالي بي كالبو عرشت المش بكرا عرشت المش لك يا تقصيراتي كريه اندي حقي ويش دسي ويشو قلتو ولو بان معيبا او عبدا فلها الخيار اجر جنك جرا ولو بان معيبا من دركتك وعيب داره او عبدا يا كوليا يعني مثلا دركتك نميره تمام فلا الخيار يا عبدا كوليا او شاف فلا الخيار جرا كارا بوشمان بجلب كارا بوشمان والله اعلم ان شافعي في اد بجلب كارا بوشمان شما لموافقه ما ظنته من الحريه والسلامه من العيب الغالب في الناس جبوي موافقة ما ظنته جنك ظن كليا من الحرية جحرية كحر ظن كليا كحرمة وظن كليا كسلام يعني مثلا صالق لي بها جبان عيبة كجنة الإنسان هذا هنا جبان صالق لي بها ويتغمين كليا أما دبردا أبيا نحر عبدة وعين زمان نسالق ليا جمر عيبه جكو انسان راد انا عيب داره كارفت له والمساله صدق لي موافقتي ما ظنته من الحريه والسلامه من العيب السلامه تج عيب يجي الغالب في الناس انا وياخذ او ما ظنته ما ظنته بحريه وسلامته كشفت ماي او ماي بزن كيرك حرقت سما اغلب انسان هذا مش تخمين كي قلت بلكي اليوسه باش دركت يانس او غبي قرفك ماني والمساله ثاني ذكرهم الرافعي فان هذه المساله ابا عيب وكولتي ذكر كيري رافعي والاولى مستغن عنها ابا اول يعني مش عيب ذاتيه احتياج بالوطن بما تقدم من الباسكت في العيوب بحث عيب هذا ما قول والثانيه والثانيه ابي الديا يطرقها خلاف اوكي الديا ما عبد عبدتي به ابي يطرقها خلاف ما اذا ظنها حره فبانت امه
إيجاب. والثانية يطرقها لأول ثاني كذا يعني تسلويتش خلاف ما إذا ظنها ملك زنكر حرة أو فبانت أمتا كما أشار إليه الرافعي وتابعه المصنف وتعقبه في مسألة الفسق بأنه ذكر قبل الصداق عن البغوي أن لا حق الفسق به. أبيان كي قال اشتمش يفسق. من يعني أنفيجن ألو نجي لتشوه مثلا مثلا بالرمانه والمسر سيدا دنگا مني والمسالتان او شنو والثاني والثانية القصة أبدا ديا كولية نفسها يطريقها يعني شبهة دبا يطريقها خلافا يعني خلاف دك هبيكي كينجي ما إذا ظنها حرة ما إذا ظنها حرة كما يلك ظنبك أبي بيرك حرة وفبانت أمتا جارية كما أشار إلي الرافعي إمام رافعي إشارت كلي بالبا وتبع المصنف ومصنف شي بيتابعي رافعي وتعقبه وشبهات شريك يعني ما التخمين دي ذات الخبة يعني وتعقبه وإمام شافعي إجا ربيوي ألشتريك ليه في مسألة الفسقي لمسألة فسقي دا كميرك مسألة بأنه ذكر قبيل الصداقي وتعقبه وتبعه المصنف وتعقبه هم مصنف الطابع رافعي دي ذكرك ليه وهم جي ألشتريك ليه تعقبه في مسألة الفسقي لما سلاف صغيرة بأنه ذكر قبيل الصداقي قبيل الصداقي قبيل الصداقي يعني بري بري الصداقي في مسألة ذكر كي قلت يا أقول كفار ذكر كي رافعي نقل كي عن البغوي قلت يا أن لا حق الفسقي حق الفسقي به يعني بفاسقتي كارة بفتلة أن لا حق الفسقي به بفاسقتي نوصا ببيع عيبه اما او ما مساله ما مساله دياغو ابا عبلتي شما شو ابا عيبه انا دورت بهبر ذكر كريا وانا ذكر كرنا بهبر ذكر كرنا هذه كل ذكر كرنا بنت او بشيدا شو تبي ابا بتزنه بجنك معيبا عبدا تمام بدون ما مشى تمام إذا قلت والثانية يطرق وخلاف خلاف كتكي ويطرق وخلاف ما إذا ظن حرة فبانت أمتا تمام خلاف التخمين كالبو ولا بلكي حرة باشي دركات جاري تمام كما أشار إلى الرافعي وتبع المسلم وتعقبه تعقبه بيجي كرية اختلاف كرية مسألة تسقيه بأنه ذكر قبيل الصداقي عن البغاوي أن لا جنكرة حق الفسقي فسقي به فسقي وتعجب مما قال هنا كي كل ويدا قلت فسقي قارب قارينة إيه ودبرداجي إيه وتعجب مما قال هنا مع ما نقله ودبرداجي اشتكوا دبيكي ولو ظن إجاكو ذنبك معيبا وعبدا فلال فيها إيه ديرا خيارة هي ايه يا شتي داي اي وتعجب نينا وتعجب مما قاله هنا عجب مينا جيت شريكو البردا قوتيه ما نقلوا عن البغوي يانا ايجا نمزنا ذكي فلا ولو قلت ولو بانا معيبا او عبدا فلا او يا
دي بيشي دا قوكي ولو أذنت في التزويج بمن ظنته كفا فبان فسقه يعني. أو دناءة النسب وحرفته هو بني ولو ظنت بظنيك فلا خيار لها. تمام. أبيا نقل مصنف بيجا نقل أقرا بيجا عيني بيجا تنيت بيجا. إيه. إجا قلت نووي تبيكي ولو بان معيبا وعبدا فلا الخيار. إيه. أدريت معيبا عبدا فلا الخيار شيء. جسد الخف بتس وتدا ما فس دناة نسبه حرفته دنا ضبانا تذكر ذا كف آن فس ذلك دناة نسب حرفة خيار جفنة أما معيبا عبدا خيار هي شدو ختام إيه إجا تبيكي أبو نووي تبيجا أبيكو أو شدو ختام تبي قلت ولو كان معيبا او عبدا فلا الخيار واما فسقا دناءة تم خيارتنا لموافقتي ما ظنته من الحرية والسلامة من العيب الغالب في الناس انسان هذا غالب اغلب هديته او كسلامتي وقتك مسا زنكي مسا درنك بكار ذكا اول مسألة ثانية ابهد المسألة زين اولا فسقا دناءة حرفات خيارتنا ودنا حريتي وسلامتي خيار هي هذه المسألة ذكرها من رافي أبي رافي ذكر كذي إجابة الأولى مستغنى عنها بما تقدم من العيوب نعم مسألة أولى بانا معي بشي ولو بانا معي بني أو يشكو احتياج كنا والثانية ما مسألة عبدي إيه؟ يترك خلاف ما إذا ظنها حرة هذه خلاف فبانت أمل كما أشار إليه الرافعي وتبع المصنف مصنف جبية التابعيوي وتعقبه في مسألة التسقيد مسألة التسقيد هي على الشتلميش كرية يعني كيف يقول دبدا مسألة التسقيد تناء دبي كارا فقرا حلوكي نكارا فقرا حلوكي كارا شيء ولو هذا إذن داغو بزوجين كفءاً فبان فسقه دناءته نسبه حرفته فلا خيار يعني وفلا خيار تنهي أي والتبيع المسلم تعقل في مسألة الفسق بأنه ذكر قبيل الصداقي عن البغوي أن لا حق لتصفيده ودفتش البيت تنه نفراج بيت تنه إذا هو تعجب مما خالت تشتكوي قلت هذا مرجع عجيب من هنا تفضل مع ما نقله عن البغاوي تشيك نقل في البغاوي جيك إدار بي هيا جيك إدار بي تنهي يعني جيك إدار بي حقي فسقي هيا مثلا البغاوي نقل كد بي حقي فسقي هيا ودبر دا يعني حقي فسقيتنا دا فسقي دا حقي فسقيتنا دبر دا حقي فسقيتنا ودا قبيل الصداق إذا جيد بيجا حقي فسقي هيا ومتى مالي تشيبه ومتى فسخ بخلف للشرطي الشرطي وي نرجي ذلك كان بفسق شيد ببي بناء على صحة النكاح نكاح صحيحة والشرط نرجية فحكم تعطي بشرط يقول لك لا حرفة تركت كولا جاري لبي شرط كلمة يقول لك لا حرفة تركت جاري كلا المسلمان ما تركت كتابي تمام أو شاقي فحكم المهر والرجوع به على الغاري ما سبق في العيب مالي حكم مهري وفتراندنا بي مهري على الغاري لسر أبيك يعني ويغران ديه ويخاطان ديه ما سبق في العيب ده عيبها قتشي مدر باسك يعني تبكي مثلا شرط تشيكر أما بيجين شرط سي ويشرط نرجي دابو نكاح جيم أمي صحيح قبولك نارا أما ملك باشي بوشمان بو بخارج مواد وتيه وهذا نكت وملك شيء باجن كذي مهرسي كتستيري أو بحكم المهري والرجوع بي برجع بحكم المهري سر ملكة تبقي ملك ليش تكذي وجا رجوع بيل بالمهري سر هذيك من خبان ديا هذيا ما سبق في العيب ما يتضبط العيب ذا أوي يعني فإن كان الفسخ قبل دخولي أجب ف
فسخ النكاح بري دخوله بفلا مالش قلتنا او بعده كنت بشتي مهر بشتي دخوله به بان لم يعلم بالحال ميرك نظام بو ابي عيد دارتياوي الا بعده بشتي دخوله فعمكر فمال المثلي مال المثل لتكبه وقيل المسمى انك قلت مال المسمى لتكبه ولا يرجع بما يغلم على الغارف الجديد أبيا مبين وي ناتشا نابا غريم لسر غارم يدري قول جديد دار يعني أم بيجا كي تخابان دي تهالي جي بالصيني هم ما كوه يجا كو شا سلوي تكير يتنك نظام تكير نظام يا ما فعلكم المالي ورجع بي على الغار على الغاري مقو سيدا على الغاري لا يرجع بما يغرمه على الغاري أقل بشتي نيكا أوكي ما بشتي بشتي دخولي بي دكبس يا ميرك افندم مثلا مهري مجبور مهري بده يا ابن مي خافان يا وي مهري اخر في ملكي مش كان كره مال والمؤثر للفسخ بخلف الشرط تغرير تغرير قارن العقد تغرير قارن العقد تغرير قارن العقد والمؤثر للتشتك تاثير ذكاء الفسخ ده مثلا بيقول بالشرط دي مثلا انت بتفسخ النكاح ده ده سبب يكون النكاح بيت فسخ كرني ومهر كنا وتشكي كنا بيقاوي تمام اما بيقول بالشرط الشرط من الجنا او الشرط من الجنا وتاثير كده حتى كنت كيف فسخ كوي النكاح ابي تغرير تغرير قارن تغرير قارن العقد او تغريرك بعقد رب او غراندنك يا كو عيني بعقدرة شيل با مثلا كقوله زوجتك هذه المسلمة أو البكرة أو الحرة وهو وكيل عن السيدي وكيلش في السيدي بايا دبي ما بي في لك مسلمان يا أبا باكرة يا أبا حر لتزوجا أو صبيجة أو يصفها له بذلك وهو وكيل عن السيدي أو وكيل وكيل السيدي أو يصفها له وصفه بجنك جراتك بذلك قدوة مسلمانة باكرة حرة مرغبا في نكاحيا مرغبا في نكاحيا جبوك ترغيبا ويتشه بعد نكاحا ويدا ثم يزوجها منه على الاتصال هما بيراج بيراج ويبزوجينا بخلاف ما لو زوجها منه بعد أي مأسر أبا مأسر أبا مالي اما بيرا بيرا بزوجينا ما اسر خافان دلادي اما كو شند رو يجب كوي اراي او نابا خافان ما لو زوجها منه بعد ايامي مالي ولو غر بحرية امتين اگر ميرك ولا خراندني بخافان دنا يعني بيش ببي جارياني حرة في نكاحي اياها لزوجان دنا وي بوي جاريرا مثلا كأن شرطت فيه شرط قلبه قره حرمه وصححناه وامجي صحيح يعني شرطت هاتبه شرط كنه حريات فيه دميرك ده ده نكاح ده لين ازمه ده نكاح ده يعني كأن شرط كأن شرطت هاتبه شرط كنه فيه ده نكاح ده وصححناه حريات هاتبه شرط كنه فيه ده نكاح ده وصححناه وأبيج نكاحوي ببي أم جارية راجي دبكو فيرا بزوجها صحيح يعني كميرك مغدورة مال تنة وترساوية زنية هي وأبيج نكاح حرش البالي مينة نكاحوي الصعيبة أي نكاح ونكاح الصعية بأن قلنا بالأظهر أم من قول أظهر أبا وكارة بزوجها نكاح صعية أو قصان بيجة إن خلف الشرط لا يبطله أب الشرط يعني نرجي بجي ما بلش قدر باسكت ما اللي بلي وصعهنا ما ينقلنا بالأصل قولي أصل ما قولك شيء قولي أصل إن خلف الشرط لا يبطله خلف الشرط نكاح بطل ناكا 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 يعني مثلا قطبة جرى حربة وباشة دلت جارية ونكاح جارية ليه درست به أو نكاح الجي أخوية فاسق نامة إن أقول فاشل لا وحسنا منه ولد وصابيك إجي تشيبه فالولد الحاصل أبت شوابه فالولد الحاصل ومثلا
او صبي ايفك ايفك هولا وجي بك دي اخو ابي تشوبا فالولد الحاصل قبل العلم بري زانينا قباي والله دياوي جاريه ابي تشوبا لان امته دياوي جاريين قبل العلم علمت امريك بان امته بري زانينا دياوي والله كوليه امريك ايكوي ماركي بان امته قبل علمي حر فالولد حر او صبي بحر شما لظن الزوج حريته حين حصوله وقت صبي تشيبونا صبي دا بابي ظن كريك وبياجي حرة يعني ظن كريك وجنك حرة زنك حرة ملي سواء كان حرا ام عبدا عندي ملكي دا تحربة تعبدا فرقنا صبي بشرط حريتي انيه وتخمين حريتي كريه وقتك صبي كيف يقول حرف العراق وزانيه وفاش دركتي جاري وسواء فسق العقد ام اجازه شو عقد اخو بطالبك وسواء فسخ ملك فسخ العقد تمكي شرط رايه او اجازه وياجي يشربك من نكاحي ديسا اب صبي صبي حره حره إذا ثبت له الخيار طبي وقتك يعني أمبيجن جرى خيار شرط ثابت باء ولو ثابت بباء ونكاحه فسق بك أف صبي على كل حال حرة وعلى المغروري أمي خافان دي وكيل سيدكم أقويا قيمته وعلى المغروري أمي ملكي كتا خافان دني قيمته أو رب قيمته في الصبي بدأ لسيدها بدأ سيدي جاری یعنی سیدیش نه کره کره نه به نه دکه نه که کولی وی اما اوی بقاسی قیمت اوی را به بده سید جاریه شما لانه فوت علیه رقه تابعه لرقها بظنه حریتها من لانه فوت علیه فوتی لسر میرک لانه میرک فوت علي فوتانية سيدي رقه رقى صبي التابعي التابعة كتابعة برقى صبي لرقيها جبور رقى ديرة دايجا السري فوتانية بظني حريتها تخمينها حريتها جنكي كبيرة حريتها صبي السري فوتانية حق صبي أبي حق صبي لك بل فتستقر في ذمته حرا عندي ذمته بابي بدا قرار دقلك وحرة بيا فتستقير في جمتي أبي حقي هانكا لك بس تي تي ملك حرا كان أو عبدا يعني أب عبدا أب زوج يعني أب زوجي هاني أب زوجي هاني تش حربة تش عبد بقى أب حقي صبي كش كولتي دريت كبس تي بس ده كولة حقي جبوك التخمين كي أوات شي بيا يعني كا هذيك ملك فيها تي خافان دني دا ارتبي نابا كولا افسا بيحرة اما اموي كولا ولا لا اموي وساوي ديرلان درميش بكم بقان دي حقي وي اوي بدا خد دي جنا سيدة جارية بلا وتعتبر قيمته يوم الولادة اوي قيمتي ولا عصاب كنا جروا ولادته تشقض كا اوي اوقا بدنك لأنه أول أيامي إمكاني تقويمه أول روجة قيمة كرناوي روجة خذ دانوية إمكان دبك بقيمة كرنا أو روجة ولادته ماله ويرجع بها على الغاري أو بفتل بي بسر غاري أبكوي خرام دي نوصا أعيش بي قناش متقود حرة تنرابي فيها لما ماركر مجي باي ماركر فاشوا تركتة جاري سبي دي مي جي شي بي بي كو حري بكري تي وي زان مي او تم خفان تم كره وي اوكي او ام بري ودا حق وي تبتي لانه الموقع لو في غرامتيا لانه غار الموقع لو في غرامتيا ابيك وي كري بي ديداري او 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 وكيل السيده كو وي كري بي ديداري عندي اف ديداري كرستي وي وكيلي جرب او بنا وهو كبيرة يعني إيه كو نكاح كريك وتحرر دي وهو
لم يدخل في العقد على أن يغرمها بخلاف المهر. وأبي أوكيجي بغارجي لم يدخل في العقد نكري عقده على أن يغرمها كو أو بك ديندار بخلاف المهر بخلاف المهر أو ويبك ديندار بيا نكري عقده. يعني وهو لم يدخل في العقد. يعني الزوج أم وهو راجع بالزوجية بابك خشت شنا بسنا. وهو الزوج يعني لم يدخل في العقد. نكري عقد على أن يغرمها أو بي في لك بك ديندار بخلاف المهر بخلاف المهر. وهو أبغار لم يدخل في العقد على أن يغرمها داخل نكري عقده على أن يغرمها بغرامته ديا أبي ملكي نكري عقده أما يبقى يخافان يتبغر. يعني السبب أوكا يعني غارة بلى غارة يعني غير مهرجي أو رابة ديني في صبي يجيب كبس تيوي أبيا داخل عقدنا كده شو يعني كي داخلنا كده زلمة وهو غلط لم يدخل في العقد على أن يغرمها يعني نكري عقد أجاك مثلا تو سبيت سبيت شباب أجاك سبيت مثلا كيرك تجارب سبيت سبيت كيرك كولب حربة كنا حربة حربة جت حق عقيوي قالت بدي أبيا بدي عقدنا شو سنة شو تبع يا فندم أذي بتمتنا ده أتشكي مثلا نخس يا عقدي بس جبوك خافاني هذا سر ملك وإنما يرجع إذا خلاف المهر مهر تناقرة طبعا شمتي المهر شما فرقنا بين المهر ده وفضيادة مهر ده أنا المهر ملك تكيش مالي مالي وإنما يرجع مالي وإنما يرجع إذا غريمك الضامني أنجح دفتلة بالسرفة إذا غريمة وقت فبيه لندر كالضامني وقوك الضامنة يعني تشوى ضامن دبي ديندار أبياجي في وكيل السيد أوجد ديندار نفسه وإنما يرجو إذا غريمة وقتك ميرك غرام كشي بكشينا إنما أنجر فاتقرة كالضامني وكي ضامني شوى ضامن فاتقرة مثلا تضامني تشتكي تردي فقط قريب سر خدي ده بيجي بفترة بس بيجا بيجي بدأ ميرك بدأ أما إذا قرب سر إكو يغران مال الله أم در باصمن واعترز بقوله اعتراض كرب بقول خوب إمام نووي قبل العلمي قو أبيا تشعر وأبيا كن نزان ب جارية أو صبي تشيكا صبي بوالدة صبي حرة أيوه قبل العلمي بيجاك في علمي به بعد عن الحاصل بعده قالت كو صبي تشيكا به فشتي كو فعم كريا واي أبيا نا حرة عبدة جارية وشو به هذا بقولي قبل العلمي عن الحاصل بعده صبي تشيكا فشتي دانا بني شكو عبد الظامي جارية سبيه تشيكا 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 ما عندي أود بكولة فهو رقيق أو صبيد بكولة والمراد بالحصول مرد ما هو الحاصل بحاصل بناوي العلوق وها نب ولا دنياي هما يعني علاقة ببع علاقة أبيع العلوق أبا بحمل قراندنا بني يعني اجد دو وقت وجنك بمريك بيها بحمله اجد تخمينا مريك جنك حره سبي جنك حره سبي حره كويس شاغل زانه باش تجي جنك بو حامله باش يفهم جنك جاريه يجي اعطي دسي دكا سبي حره اما كبري بيرك بحمله بقرا زانه باش جاريه او سبي بكونه وقوله وصححناه لا مفهوم له ما قلتش وغره وصححناه أمس ولو غر بحرية أمتي وصححناه
ما قبولي كري يعني. ما نانا أم يعني أم تصير ديرن في نكاحه ويا بجاريرة كارب زوجها. نكاحه ويا بجاريرة صحيحة. ما وصبو. إيش أتفهم معناه كجرا تنا؟ شما لا مفهوم له. إذا الحكم الحكم ما فإن الحكم كما ذكر شواط ذكر كن إذا أبطل وقتك وبطل بها لشبهة الخلافي جبونك لشبهة الخلافي جبون الشبهة خلافي إيه فإن الحكم كما ذكر عين الحكم عين وصى إذا أبطل لشبهة الخلافي وجبونك يعني بالشبهة خلافي جي اگر بطل ببه دي حكم عيني يعني چه يعني ولو غر بحرية امتين فالولد حر فالولد حر يعني بالشبهيجي او بطل ببه نكاح بطل ببه بالشبهيجي نكاح بطل ببه دي الصبي حر فالحكم كما ذكر حكم وكيف مبوا سالي بنا سيدا بني بشي لكو ولو غر بحرية أمتي تمام في نكاحه نكاح ملك يا أمتي كان شرطا شريطة حتى شتكرني حرية فيه النكاح دا وصحانا مجيق النكاح صحيح تاسايا يعني قلنا بالأصل أن خلف الشرطي لا يبطل. ماله؟ خلف الشرطي نكاح بطال ناك وحصل له مين ولد وجذي نكاح وصابيتي تشيبو فالولد حر. ماله؟ ولد حر. إجا قوك يدفر دا. والله إذا سمني كذا. رقم شبو؟ ازلام آمن ده صد و پنج و پنج صد و خلا مای شیخ و هره بیتا بله تسیم لیکنم چون صد شیخ فالولد حاصل و حر اجا ما گو ساعناه از تم فوقی ساعناه را و تنیه یاد بینکی من اجا ولد را و احتراده بقولی بقولی مصدفیق و تخبر العلمی عن الحاصل بعده فهو حاصل بعده وحاصل بعد بشتي صبي حاصل بعد بشتي في عم الميدا فهو رقيق فهو رقيق تمام والمراد بالحصول على الحلوق تمام جاء وقول وصححناه قلت وصححناه اي النكاح بان قلنا بالاصل ما قلت باصل كبجد ان خلف الشرط لا يبطله هذا لا مفهوم له مفهوم ديا تبعنا كثيرة تنية فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل حكم أبد سعية باطل كما إذا أبطل لشبهة الخلافية شبهة الخلافية هي وكذا إدتيا وكذا إذا أبطل بكون الزوج لا يحل له لا يحل له النكاح والأمة لشبهة التغريري تعزيري التغريري تغريري فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل الشبهة الخلافي وكذا إذا بطل بكون الزوج لا يحل له نكاح الأمة للشبهة التغريري أظلم أتغوزي أبيجم أزاوك شيء فهمتك يعني أنا ما نقوت يا ولو غر بحرية أما تنجي شواء فالولد قبل العلم حر نوصى حكم ما أبى يعني فالولد حرنا إجا البرد بجاء ولو غر بحرية أمة وصححناه إجا بجاء لا مفهوم له شما فإن الحكم حكم ماك ولد حرا كما ذكر شو ما ذكر كل إذا أبطل للشبهة الخلافي يعني بالشبهاكي وخلاف تدهية ولو أموي نكاح بطال جي بكن ديس أولد حرة يعني حكم ما أوى وكذا ديس حرة إذا بطل وقتك أو نكاح بطال بكون الزوجي لا يحل له نكاح الأمتي
نكاح امته نكاح امته جنا نجائزا شكي يكا يكا او كلباليه مثلا ام بين قارب يكا حره بزوجها بامته رناب بزوجها ياجي يكا حر لباليه با جاريه رنا قارب زوجها اي ادبي حالي دا نكاح ويبطاله دكان كو نكاح ويبطاله جماعه شيه بالي او صبيكي ويشي بيه ديسا او صبي حره ها حكم عين حكمه شما لشبهه التغريري شبهه غراندن تبي عشي داية وشبهه غراندن تذهب ولو نكاح بطال ببجي ديسا حكم عين حكمه از اواجه فهمتكم تقودي تجيكا ليه بني رازو ولو غر بحرية امتين وصحاح نار تمام اقول نكاح صحيحه فالولد حر يعني يعني صدرك واختارك ان بدي من نكاحنا صحيحه المجره ولا النحر ايه ليه؟ ما نوصي عين وصي ليه؟ فالمراد بالحصول وقول وصحانا ولا مفهوم لو حقيقه مفهوم جرتنا فان الحكم كما ذكر وكيفما قلت ولد حر حكم ابو إذا أبطل أبي حكم به بطل كني لشبهة الخلاف شبه الخلاف كتدهية وكذا حكم أبا واختركوا فإن الحكم كما ذكر إذا أبطل حكم به بطل كرني يجبو شبه خلافه نا إذا أبطل إذا أبطل النكاح النكاح ولا بطل كرن فإن الحكم كما كما ذكر إذا أبطل فإن الحكم لشبهة الخلاف يعني تمام يعني شبونا الشبه خلافه نكاح بطال ببه نكاح بطال ببه جي حكم حكم كما ذكره يعني ولد حره وكذا وكذا ديسا ولد حره جد ما قلت وصحنو افصحنو شمكي صحنا معنا كي جرنا يعني صحيح بكي قال النكاح ولد حره وصحيح نكي ولد حبدت شكي وصبتنا ولد نابعد ولد نابعد ده مالي أما سلام لما كوسع نو مفهوم جدا. مل وكذا ديسا عيني أواية يعني ولد حرة إذا بطل. إذا بطل بكم زوجي لا يحل له نكاح الأمتي. مثلا ملك زنجينة احتياجي أبي تنة ورابة مثلا تفيد درمي دا جاري معك وجاري أفن جراتية جرى النجاية. يعني دي قوته بيه كاريكا حر بينا حر طرف بينا بكار جارية ماركة إذا زي درمي داك جارية ماركة هذا جارية نكا ولد يوه نحر ماني نحب ده ماني كما لشبهة التغرير شبهة تغرير اهتداية تساجي صبي ولن يعني شبهة تغرير شبهة تغرير اهتداء هي أو ولد حرة ولو نكاح بطابة بش ولو نكاح لا جائز بجيش كمان جائز بني جب بشي ولا تحب ماني بس أظن بس أصابكم الله